نحيا لنقول ما لدينا، ما نرغب ونريد ونشتهي قوله، ما يشكل رغبة نتوق لإشباعها في سرد الحكايات. فكل حكاية قول لا نملك القدرة على إخفائه كالسر الخطير تماما، كل قول حكاية. في هذه الحكاية ما يدفعنا إلى نشوة سردها والتباهي بروايتها في هذا العالم. من كتاب أشياء من العزلة للكاتب سلمان السليماني، الصادر عن نادي الطائف الأدبي، 40 مقطوعة من روائع السرد القصصي، تشكل عددا من جوانب حكاياتنا الهائلة. حكاية الحياة، أشياء العزلة، السرد العظيم.